مساء الخير على كل المستنيين وكل اللي بيتابعونا وبيتابعوا ومستنيين دايما وصفاتنا الجديدة. احنا النهاردة اول جمعة في شهر رمضان الكريم، شهر اللمة الحلوة، شهر البركة. ده بالنسبة لي فرصة دايما بتبقى ان احنا نتجمع كده، نقعد كلنا حوالين السفرة ويبقى دايما ايه قاعدين كده مع بعض، خصوصا على الفطار والسحور، خصوصا الفطار مش السحور. عايزين فعلا نستغل الشهر ده يا جماعة، ان احنا مرة واحدة في السنة بيجي ان احنا نقدر ان احنا نتلم كلنا، كل حبايبنا نسأل عليهم ونشوف قرايبنا. مش لازم نستنى ان يبقى فيه مناسبة، يبقى فيه فرح او بعد الشر عزاء او حاجة عشان خاطر نشوف بعض. عرفوا ولادكم على قرايبهم، صالحوا ناس كنتوا متخانقين معاهم، اقعدوا مع بعض اتلموا. اللمة حلوة، مفيش أحلى من لمة السفرة. النهاردة معانا الحقيقة واحد من حبايبنا اللي متعودين دايما إن هو يبقى معانا في الشهر الكريم، وهو خبير اللحوم الشيف تامر طنطاوي، وهيقول لنا أحلى نصايح للشهر الكريم. كل سنة وأنت طيب يا تامر. كل سنة حضرتك طيب. سعيدة جدا جدا إنك أنت معانا يا شيف. ربنا يخليك. سعيد جدا إن أنا بظهر معاكي دايما في رمضان. الله يخليك. سعيد أكتر إن أنا بظهر على دي إم سي، أكبر شاشة في مصر في الوطن العربي. ربنا يخليك يا رب. طبعاً. ويا رب دايما نكون بنعمل حاجات تعجب الناس يعني. أكيد أكيد. دايما دايما الشيف تامر عنده أفكار حلوة جدا، خصوصا إن هو طبعا زي ما قلت لكم خبرة 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 في اللحوم. فأنا النهاردة هحاول ان انا يعني اجري في الخبره دي. سالت كده ما شاء الله عليك في خبره اللحوم في الطبخ عموما، ما شاء الله عليك يعني. لا والله يعني بص غشيت كده كام حاجه فقلت برضو ايه احنا بس حابين نبقى جاهزه لما تامر يمتحن كده للناس بعد اذنك. طبعا احنا ليه لما بنطلع بنتكلم بس عن اللحوم مش بنتكلم عن التسويه عن حاجات تانية؟ لانه الطبيعي انه حتى لو الناس بتشوف في الفنادق او في مطابخ الفنادق او في حتى في معاهد ومدارس السياحه والفنادق، الطبخ ده تخصصات اللي مدارس. لا تخصصات يعني السخن غير البوتشر غير بتاع الجاردينجي غير البيكري. فاحنا المفروض تخصصنا لحوم، المفروض شيف البوتشر مش بيتكلم غير عن الحاجات الخاصه بالبوتشر، يعني اللحوم او الاسماك او الدواجن. تمام. عموما احنا قدامنا هنا الحقيقه يعني مجموعه من اللحوم لنا وللزمن. طب استنى بقى انا هقول هم ايه. اتفضلي. ها موزه موزة كندوز. موزة بس دي موزة فيها العظم مش متشفية. تمام. عشان احنا ده الصنف اللي هنعمله النهاردة بطريقة تركي كده شوية. هنعملها بطريقة تعجب الناس وصنف ما هواش غالي. نقدر نعمله على السفرة بشكل شيك وما هواش غالي رخيص جدا، لان هو فيه عظم ولحمة موزة في حاجة عادية. ومش بس كده، عايزة اقول كمان ان احنا هنعملها بالعظم. العظم ده يا جماعة غني جدا 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 بالكولاجين وغني بحاجات كتيرة قوي والنخاع، فكل ده حاجات مفيده جدا طبعًا للجسم. طبعا كمان العظم حاجة. اي حاجه قريبه من العظم دايما بيبقى طعمها كويس. ما جور العظم دايما يقولوا بالظبط. حلو جدا. ومعانا بفتيك. ومعانا دي قطعه من وش الفخده. تمام. اللي هي دي مش الكولاطه. لا لا مش الكولاطه، الكولاطه حاجه ثانيه. وش الفخده حاجه والكولاطه حاجه. تمام. ومعانا هنا نبين توماهوك. للناس ايوه بالظبط، دي التوماهوك اللي هي ريشه طويله. توماهوك دي ريشه كبيره جدا. ايوه اللي هي كده. تيجي نوريها للناس. تعالى نوريها لهم. وبص بقى انا هقول لك على حاجه هتتخض مني. اتفضلي. هتقولي انت بتشتغلي ايه بعد الظهر؟ فيها ريب اي صح؟ لا حته من الريب اي. لا لا كده بقى. دي جت من هنا حته ثانيه خالص. لا الريب اي ده بص حضرتك التوماهوك عندنا الريش دي اللي هي نفس تقريبا التكوين العضلي اللي في الانسان هو. أيوة. اللي في يعني قريب شويه من الحيوان. عندنا الريش اهي بتبقى 13 ريشه. الريش اللي في الاول الطويله ايوه دي اللي بتتعمل توماهوك. اوكي. الريب اي فين؟ الريب اي تحت بعد الريش خالص. فدي في الاخر. دي في الاخر خالص في ظهر الرجل من فوق خالص. اوكي. وعندنا هنا ريش برضو. دي الريش اللي بتتعمل فور ريبس. اوكي. طب ايه رايك نشتغل عشان الوقت يلا ما بينا عليها. يلا بينا هنعمل للناس الموزه. وعندنا تيبون كمان. عندنا تيبون. انا عارفه التيبون دي. دي طبعا اشهر ستيك في العالم التيبون ده. عايزه اقول لكم ان حته منها فيليه. ايوه فين الفيليه وفين الانتر كوت بقى؟ اهي سيرلوين. ايوه ده السيرلوين اللي هو الفيليه. سيرلوين. ليه اسامي كتير طبعا. بالظبط. وده الانتر كوت او الريب اي. الانتر كوت حاجه غير الفيليه، دي انسجه ودي انسجه. انا وفي عارفه. النص عظم. وفي النص عظم عشان كده هي اسمها تيبون. طيب. انا عايزه اقول لك على حاجه اكيد انت عارفها طبعا، قصه التيبون اللي اسفه قصه السيرلوين. في ملك انجليزي كان قاعد بياكل لحمه مره في مأدبه عشاء كبيره جدا، وبعدين اكل حته لحمه عجبته جدا فوقف تحيه للحمه دي وقال لها اطلقت عليكي لقب سير، فبقت سيرلوين. ده بجد ده؟ ايوه ريتشارد قلب الاسد، فبقت سيرلوين ستيك. حلو ده. ايه رايك بقى؟ جميل.
طب الموزه بقى نعملها ازاي للناس؟ زي ما قلنا تبقى بالماسوره زي ما هي، ما نعملش فيها اي حاجه، بنطلعها سليمه. تمام. بنشيل بس الحته الزياده دي، بنشفيها يعني، بنشفيها شوية. وده على فكره عشان بس ندي شكل الصنف زي ما هو او نخلي شكله حلو. طب والحته اللي فاضله دي نستخدمها بقى في حاجه ثانيه، مش هنحطها مع خضار مثلا او حاجه، موزه، حته موزه، حته موزه. الموزه دي يا جماعه من احلى حتت اللحمه، بحس كده انها عشان ملبسه شويه. ليه بقى؟ بتبقى طعمها حلو. ليه بقى؟ لان هي حته لحمه فيها جيلاتين، ما فيهاش انسجه، اللحم بتاعها ما هواش انسجه زي دي، فعشان كده طري طري وما بيشدش، والجيلاتين اللي جوه بيطري اللحمه وبيسويها جدا حلو قوي. على فكره انت يعني هي طبعا مش سهله قوي، بس انت مخلي التشفيه تبان سهله. هي سهله بس طبعا احنا مش في البيت هنقدر نعملها كده. لا طبعا، عشان نبقى صراحه مع الناس، هنجيبها من الجزار هنقول له عايزين موزه تركي او موزه بالشكل ده اهي. حلو قوي، ما فيهاش اي مشكله، بسيطه جدا. هنروح للجزار ونقول له. لو ما عرفناش هنعمل ايه، هنستنى الحلقه لما تنزل فيسبوك، نجيب اللينك بتاعها ونروح للجزار نقول له عايزين زي دي بالظبط. ادي الموزه معانا اهي، بعد كده هنلفها بالخيط. استاذنك بس اجيب الخيط من هنا. اتفضل، ادي كده. ايه يبقى احنا هنلفها بالخيط؟ هنلفها وبعدين. اول حاجه، اول خطوه هنلفها بالخيط. طب ايه رايك نقول المقادير كده واحنا بنلفها بالخيط؟ طيب، عشان الوقت كمان ما يسيبناش. المقادير بتاعت الموزه التركي او الموزه الكندوز، التتبيله بتاعتها بتبقى صويا صوص، ايوه، ملح، فلفل، بهارات، الحاجات العاديه بتاعتنا. ده انا كنت لسه هقول ما دام في صويا صوص مفيش داعي تحطوا ملح. لا ليه؟ بحس ان الصويا صوص بتبقى مالحه، بس برضو لازم التتبيله، ونسبه الصوديوم بتبقى عاليه فيها. ما احنا مش هنحط كتير، احنا بنحط نسبه صغيره خالص عشان ناخد اللون وتسوي لنا حته اللحمه. حلو قوي، بس عموما التتبيله بالصويا صوص بتبقى الحقيقه خطيره. طيب تعالى نكمل بقيه المقادير. قلنا الصويا صوص، ايوه، وبندي طحينه وعسل، وممكن ندي زبادي يطر معانا، وفي دبس الرمان. ودبس الرمان ده مهم جدا جدا، وبندي بقى ممكن معلقه عسل اسود صغيره ليه. أيوة. عشان عارفه حضرتك لما كنا زمان بناكل اللحمه ونقول عليها اللحمه دي مسكره قوي. طيب احنا ممكن ندي سنه عسل ابيض او عسل اسود، بس هنا بندي عسل اسود عشان احنا محتاجين لون الموزه يبقى غامق شويه. بالظبط. العسل بيدي ايه؟ بيطري اللحمه، وغير ان هو بيطريها بيخليني وانا باكل، عارفه لما كنا بناكل زمان نقول اللحمه دي مسكره. ايوه صح. وبيدينا التست ده، وفي نفس الوقت بيخلي اللحمه تستوي اسرع. طب انت عمال تحط روزماري كده وفي الخباسه من غير ما يقول، خدتوا بالكم؟ لا، وروزماري طبعا. أيوة. كمان ايوه ده قدامنا اهو. وبعدين ايه؟ وروز ماري صحيح يعني طازه، مش مهم مش جدا جدا مع اللحوم الروز. ده حقيقي، هو فعلا الروز ماري يعني الزعتر يحب الفراخ، اللحمه تحب الروز ماري. بالظبط، دي حقيقه. حلو جدا، هو عموما بيدي ريحه حلوه قوي، وبيبقى اللحم طعم اللحمه حقيقي خطير. انا بالشكل ده كده خلاص لفينا الموزه. ايوه طبعا، انا علمتك اللف ده كتير قبل كده. علمهولي. بس انا للاسف فاشله. يعني بص الصراحه ما جربتش. بالشكل ده كده خلاص خلصت اللف. حلو قوي. لا انت كمان نوع الخيط اللي بتستعمله مش خيط يعني. لا ما هو مش الخيط اللي في البيت طبعا. هو خيط مخصوص. بقت معانا الموزه بالشكل ده، بصوا حتى وهي نيه شكلها حلو جدا، يعني حقيقي حلوه. حطها هنا كده طاجن. في الطاجن. بالظبط كده. وهنبدا بقى. طب وفين اضافاتك بقى؟ لسه هنتبل بقى، بس قبل ما نتبل هنعمل ايه؟ طبعا هنعمل كده كل حاجه تخش وتتوغل جوه اللحمه عشان التتبيله تخش معايا جوه اللحمه طبعا وتستوي. انا معايا بعمل كده كمان لما بعمل الفخده يعني في لو هعمل اي حاجه سليمه لازم اعمل كده. بالظبط. نجيب حاجه انا بقى، حتى السمك كمان نجيب حاجه نتبل فيها او نعمل فيها الماريني بتاعنا. بحب قوي افكار تامر الحقيقه، كلها بتبقى مختلفه طبعا لان هو فاهم عننا، يعني هو خبير فعلا لحوم، فبس بتبقى حقيقي وصفاته مختلفه تماما. يعني مفيش مانع ان احنا مره في الاسبوع يبقى عندنا سفره رمضانيه فيها حاجه بنحبها زي اللحمه الموزه اللي احنا هنعملها النهارده. دي العسل الابيض بحط سنه صغيره خالص. ده عسل اسود. عسل اسود قصدي. ايوه. حط. وبعدين دبس الرمان. دبس الرمان. دبس الرمان ده اختراع. انا مع اللحمه طبعا. بيدي تيست عالي قوي. وده الصويا صوص معانا. الصويا صوص
طب كده لما تحط الدبس الرمان مع العسل مش هيبقى الطعم مسكر بزياده شويه؟ لا ولا؟ لا خالص خالص، احنا بنحط زي ما حضرتك شفتي العسل سنه بسيطه خالص. هو فعلا كانت يا دوبك معلقه صغيره. استاذنك المناديل دي؟ طبعا اتفضل. سيب يا سيدي. طيب عملنا ايه بقى دلوقتي؟ احنا بنعمل التتبيله، بس بننظف مكاننا بس عشان ما يبقاش مكان متبهدل. تتبيله هنحط اي طبق عندنا، حطينا التلات حاجات اللي قلنا عليهم وحطينا الملح، بهارات اللحمه. بتبقى مجموعه بهارات يعني انا اروح عند العطار واقول له انا عايزه بهارات لحمه. انت عارفه طبعا ان انا مش من مدرسه انه بنقول للناس لازم نعمل كذا. أيوة. او لازم التتبيله كذا. انا بحب الناس تاكل زي ما هي بتحب، زي ما هي متعوده. في صوص من دول حد ما بيحبوش صح يغيروا حاجه ثانيه، مش لازم. وعلى فكره مش ما هواش يعني قانون ان احنا لازم نستعمل كل الحاجات اللي احنا قلناها دي، بتبقى طبعا حسب الاختيار. كل حد يعمل التست اللي هو بيحبه. بالظبط كده. مستنيه تليفوناتكم، مستنيه اسئلتكم. انا عن نفسي عندي اسئله كتير جدا عايزه اقولها لتامر، يعني مثلا ازاي اضمن ان انا ما بيضحكش عليا وانا بشتري اللحمه؟ دي حاجه حلوه جدا. طبعا اول حاجه هقولها لك ان حضرتك تتفرجي على حلقاتنا مع استاذه نهى، فيها معلومات كتير. الحاجه الثانيه انا بروح اشتري لحمه، حاجه يعني لون الحاجه قدامي يبقى باين ان اللحمه تبقى نادره بالشكل ده، يبقى فيها ما يبقاش لونها غامق. ما يبقاش لونها غامق، لونها غامق معناها ان هي اتاكسدت يعني تعرضت للهواء كتير وثاني اكسيد الكربون كتير، فاتحولت من حاجه لحاجه او اتغيرت شكل اللحم. بالظبط كده. طب استنى ناخد يوسف لان معانا يوسف على التليفون. يا يوسف. الو. ايوه يا يوسف، رمضان كريم. رمضان كريم عليكم يا فندم، عاملين ايه؟ الله يخليك، الحمد لله. كل سنه وانتم طيبين. وانت بالصحه والسلامه يا يوسف. حابب تسال اي سؤال لتامر؟ انا من فعل وبحبكم يا فندم. ربنا يخليك يا يوسف، بشكرك بشكرك. يا ريت توطي التلفزيون عشان تسمعنا كويس. يا يوسف يا ريت ترجع تتصل بينا مره ثانيه عشان لو حابب تسال تامر اي سؤال. بشكرك على اتصالك. بعد ما عملنا التتبيله بتاعتنا، ايوه، نبدا نحطها بالشكل ده كده. طيب الموزه بتاعتنا بتحطها. خليني ارد على محمد من المنوفيه. يا محمد. ايوه ازيك يا شيف؟ ازيك يا محمد؟ الحمد لله. اخبار المنوفيه ايه؟ الحمد لله. احلى فطير في المنوفيه. شكرا. طب قولي هجيب لك فطير واحسن ناس طبعا. ممكن تدعي لي انجح؟ يا حبيبي ربنا ينجحك ان شاء الله. انت في سنه كام؟ سته. ان شاء الله هتنجح وتجيب مجموع عالي جدا وتبقى حاجه عظيمه جدا جدا يا محمد. شكرا. هتفطر ايه النهارده؟ ما اعرفش ماما هتعمل ايه. هنفطر ايه يا ماما؟ هتفطر ايه؟ محشي. الله الله الله. طب مش هتعزموني على الفطار مره؟ تنوري. ربنا يخليك وان شاء الله ربنا هينجحك يا محمد ان شاء الله. مين. بشكرك جدا على اتصالك. شكرا يا محمد. طيب عشان الموزه بقى، إيه بقى؟ عشان تبناها زي ما قلنا كده عشان ما تنشفش بقى معانا. سواء طاجن او صينيه عندنا في البيت اللي متاح موجود. عشان الموزه ما تنشفش واللحمه تستوي. انا هقول لك. هتغطيها بفويل. غير ان انا اغطيها بفويل، اي خضار موجود عندي في البيت ممكن احطه في الطاجن من تحت عشان المايه اللي فيه تنزل وتعمل جوسي، تعمل جوس مع الـ مع الـ الصوص اللي هينزل. حلو قوي. وتسوي لي اللحم. جميل. ممكن بقى احط طماطم، احط بصل، احط فلفل، اللي متاح عندي في البيت يعني او اللي انا بحبه. حلو جدا جدا جدا. لغايه دلوقتي ده كل ده كلام جميل جدا جدا. طيب و كده الموزه تقريبا خلصت. طيب تعالى ناخد شريف كده نشوف شريف حابب يقول لنا ايه النهارده. اهلا يا شريف، كل سنه وانت طيب. يا شريف وطي التلفزيون عشان تسمعنا كويس. وانت طيب حضرتك، اخبارك ايه؟ الله يخليك، عاشت الاسامي عشان ده اسم ابني. اخبار حضرتك يا فندم، كل سنه طيبه. وانت بالصحه والسلامه. ربنا يخليك. الله يخليك. حابب تسال تامر اي سؤال؟ ايه الاخبار عندكم؟ شيف تامر انت منور الدنيا الصراحه. الله يخليك بنورك يا حبيبي. تسلم. والله الراجل ده منور الدنيا وانا مستنيك وابعت لك سلام. الله يخليك وابعت لك تحيه جميله. الله يكرمك. تسلم. والله العظيم ثلاثه منور الدنيا كلها. ربنا يخليك. يعني تحس ان انا فرحان ان انا شايفك على التلفزيون وسامع صوتي معاك. ربنا يعزك. يعني الشرف ليا. مش عايز تسال سؤال او عايز اي معلومه عن اللحمه او حاجه نفيدك بيها تعملها في رمضان؟
الو يا شريف الخط راح. الخط قطع، عايزينك طيب اجيب الفويل من هنا. طب على بال ما تجيب الفويل ونلف اللحمه بالفويل هنخرج لفاصل قصير جدا ونرجع نكمل بقيه وصفتنا للنهارده. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن اللحوم وازاي نختار اللحوم وكمان انواع اللحوم المختلفه، وطبعا زي ما انتم عارفين سفره رمضان دي اكتر حاجه بنحبها فيها هو البروتين، فغير ان هو مفيد هو كمان بيبقى طعمه حلو قوي. تامر عمل لنا الموزه الكندوز، وقفنا ان احنا هنلفها طبعا بعد ما ايه تبلناها كده بالشكل ده. حلو قوي. نحط الطاجن بتاعنا او الصينيه. ايوه واروح عامل كده ها عشان اقفلها كويس جدا او اطمرها كويس جدا. حلو قوي الشكل ده. تقعد وقت قد ايه في الفرن؟ يعني بصي دي الحاجات السليمه دايما نسيبها تاخد وقتها، ممكن ساعة. هي الموزه على فكره بتحب دايما تبقى تطبخ بالراحه كده وبالهداوه عشان تطلع حلوه وملبسه. وبدخلها الفرن على كده. حلو قوي. سيبها براحتها خالص. جميل. طبعا احنا جايبين معانا نسخه جاهزه عشان الوقت. طبعا. هي لما هتطلع معانا هيبقى ماما شكلها ايه؟ بالشكل ده. حاجه تفتح النفس بجد يا جماعه، اللهم اني صائم، اللهم اني صائم. طبعا مستويه جدا وهتكون مهريه معانا في التسويه. حلو قوي قوي قوي. العظم والنخاع اللي فيها ده بينزل الصوص اللي جواه، فطبعا بيساوي اللحمه اكتر وبيديها تيست اعلى. حلو جدا جدا. طيب سؤال بقى واضح وصريح وجريء. تمام. ازاي اقدر اوفر وانا بشتري لحمه؟ لحمه دي الناس لما بتقول لك ايه لحمه ايه ده دي غاليه جدا. ازاي اوفر؟ هو معروف طبعا ان اللحمه عموما من المنتجات الغذائيه الغاليه جدا، فاحنا عشان نوفر. بس اكيد في حتت لحمه معينه ممكن ان هي تبقى يعني هي مش مكلفه قوي. دي عايزه حلقه ثانيه، بس احنا هنقول للناس ببساطه كده. ايوه. انا لما اجي اشتري، لو انا بشتري كذا صنف، خد القطع على بعضيها. تمام. وخلي الجزار يوضبها لك، واللي يطلع منها افرمه، يبقى انا كده ما هدرتش منها، احط عليها حلوة قطع افرمها. فكره حلوه جدا. الحاجه الثانيه ان الدوله بتنزل في المجمعات الاستهلاكيه وفي منافس بيع كتير لحوم باسعار كويسه. حلو. ممكن برضه مثلا والله اجيب البفتيك، لو انا بحب الجزار بتاعي اجيب من عنده البفتيك. المفروم مش لازم يبقى قطعه لحمه غاليه شويه. ممكن يبقى حاجه ثانيه تبقى سعرها احن شويه. يعني نحاول ان احنا نشغل دماغنا، ومش لازم ناكل يعني اللحمه تتاكل بنسب معينه. بالظبط كده، بالظبط كده. عموما انت نورتنا وانستنا، والحقيقه اديتنا كلها معلومات حلوه جدا ومفيده جدا. انا اللي مبسوط جدا جدا والله، انا بظهر محيطكم على دي. الله يخليك. يعني القناه المحببه الى قلبي بصراحه. اشكرك شكرا. انا اللي بشكرك جدا. شكرا يا تامر. شكرا يا محمد. اشوفكم بكره ان شاء الله وحلقه جديده وسفره جديده. باي.